الرحلة الأولى. كان أبي واحد من تجار بغداد الكبار، ولما مات ترك لي ثروة كبيرة، وأنا كنت شاب متهور. صرت أصرف على حالي وعلى رفقاتي بالهبل من المصاري يلي ما تعبت بتجميعها، وضليت على هالحالة فترة من الزمان بدون ما أفكر شو رح تكون نتيجة هالتصرفات. وبيوم من الأيام صحيت على حالي وشفت الثروة يلي ورثتها مو بقيان منها غير الشي القليل، وعرفت إنه إذا ضليت عم أصرف هيك رح يطير كل شي بملكه، وآخر شي رح فلس وتخرب حياتي، ويمكن صير أطلب من الناس وأشحد. طار عقلي من الخوف لما فكرت بهالنهاية، وقلت لحالي صاحب النفس الكريمة ما بيقبل الفقر ولا بيقبل يطلب من الناس بآخر أيامه، والكسل هو مفتاح الفقر. مشان هيك قررت سافر وبعت كل شي واشتريت بضاعة مشان تاجر فيها، وسافرت مع جماعة من التجار من بغداد لحتى وصلنا مدينة البصرة. ركبنا سفينة هنيك ومشيت السفينة بطريق الخليج. هاي كانت أول رحلة إلي بالبحر. يا دوب صار لي فترة بالبحر حتى دخت وصابني دوار البحر. تعودت بعدين على هوى البحر ورجعت لي صحتي. ظلت السفينة ماشية بالبحر من جزيرة لجزيرة ومن بلد لبلد، ونحن عم نبيع ونشتري بكل مكان مننزل فيه. ومرة من المرات ولما كانت السفينة ماشية بالبحر شفنا جزيرة صغيرة وقررنا نروح هنيك. نزل كم تاجر ونزلت معهم وضلينا على هالجزيرة فترة نلعب ونتسلى لحتى إجا وقت الغداء. جبنا خشب وشعلنا نار مشان نطبخ، ويا دوب نحنا شعلنا النار حتى بلشت الجزيرة تهز بعنف ونحنا نصيح من الخوف والرعب، وصاح فينا قبطان السفينة انجوا بحياتكن قبل ما تموتوا. لما خلص القبطان جملته هاي غاصت الجزيرة بالبحر فرد مرة، ويلي كان قريب من السفينة طلع عليها وغرقوا البقايا. هاي ما كانت جزيرة متل ما كنا مفكرين، هذا كان حوت نايم على وش المي، ولما شعلنا النار حس بالنار وفاق من نومه وغاص بالبحر. أنا كنت بعيد عن السفينة لما صار كل هالشي، وما قدرت أوصل للسفينة، وكنت رح أغرق لو ما ضليت متعلق بلوح خشب جبناه من السفينة مشان نشعل النار فيه. ناديت ليلي كانوا بالسفينة بعالي الصوت بس ما حدا سمعني من الخوف والرعب يلي كانوا فيه. شفت السفينة عم تبعد شوي شوي وصرت تحت رحمة البحر والموج، وكنت مهدد بالغرق بأي لحظة. ضليت على هالحالة طول الليل بس ما يئست ولا استسلمت لحتى باح الضو والموج رماني على شاطئ جزيرة عالية. كان في شجر غصون مدندلة على البحر، ومن حظي لقيت غصن شجرة تكمشت فيه وقدرت اطلع على الجزيرة بعد جهد كبير. رميت حالي على ارض الجزيرة ونمت طول النهار والليل. فقت من نومي تاني يوم وكانوا رجلي متورمين. ما اهتميت ومشيت عم اتعكز على عصاية لقيتها على الارض من غصن قديم، وبلشت دور على اكل لانه الجوع هلكني. لقيت على هالجزيرة كتير خضرة وفواكه طازة، ولقيت نبع مي كمان. كنت فرحان كتير، أكلت لحتى شبعت وشربت لحتى ارتويت. وبعد كم يوم تحسنت حالتي وتنشطت وصرت امشي بالجزيرة. وأنا ماشي شفت خيالي من بعيد، مشيت لحتى قربت منه، وإذا طلع الخيال فرس عم ترعى وهي مربوطة.
وسمعت أصوات رجال بسرداب تحت الأرض عم يحكوا. أنا استغربت، واستغربت أكتر لما إجا لعندي زلمة ما بعرفه وسألني ليش أنا إجيت لهون. قلت له قصتي، واندهش الزلمة وأخدني على السرداب يلي طلع منه، ولقيت جماعة عم يستنوه. حكالهن قصتي وعطوني أكل وشرب. سألتهن ليش هني على هالجزيرة وليش متخبين بالسرداب. قالوا لي إنهن خدم الملك مهراجة صاحب هالجزيرة، وكل سنة بهالوقت بيبعتهن وبيبعت معهن فرس مشان ترعى على هالجزيرة لحتى يجي حصان البحر وتحبل الفرس منه، وإذا حاول حصان البحر ياخدها بيطلعوا هن من السرداب وبيهرب حصان البحر للمي، بيرجعوا لبلادهن والفرس بتولد وبتجيب مهر أصيل ماله مثيل. هون سمعنا حصان البحر عم يصرخ وعم يحاول ياخد الفرس معه بالغصب. طلعوا له رجال من السرداب، ولما شافهن حصان البحر هرب ورجع عالمي. تاني يوم سافرت معهن ووصلنا لبلاد الهند، وقدموني لملكهن المهراجة يلي سألني عن قصتي. خبرت المهراجة بكل شي صار معي، اندهش كتير وانبسط فيني وقربني منه.